الأمريكيون يخاطبون بغداد: إن خيرناك فاختاري ما بين استمرارنا أو انسحابنا. أما العراقيون فحائرون، لا يعلمون أي منقلب ينقلبون. فواشنطن غاضبة وعازمة على الرحيل بعد نفاذ صبرها من صواريخ الميليشيات التي تؤثث بين فينة وأخرى فضاء سفارتها في المنطقة الخضراء. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعبر عن استياء بلادها من الميليشيات المدعومة من إيران، فالاستهداف المتكرر لسفارتها يشكل خطراً أيضاً على باقي البعثات الدبلوماسية وسكان المناطق المجاورة، تقول المسؤولة الأمريكية. قرار الانسحاب إن اتخذ ينتظر أن يتم في مهلة 90 يوما، مهلة قد تدفع الطرف الأمريكي إلى التراجع في حال تلمسه لأي خطوات جادة من العراقيين وفق قراءات. أمام الضغط الأمريكي يتحرك رئيس الوزراء في مسعى لتهدئة الوضع. مصادر من داخل مكتبه أبلغت الواشنطن بوست أن الحكومة تسعى لوساطة أوروبية لإقناع الأمريكيين للعدول عن قرارهم. الكاظمي الذي تحمس له الأمريكيون غدا تتوليه منصبه حاول كبح جماح الميليشيات والسلاح المنفلت عبر تجفيف مصادر تمويله وإعادة هيكلة جهاز الأمن العراقي في مسعى لاستعادة ثقة الحلفاء، محاولة تصطدم بصلاحية محدودة ما يصعب من مأمورية تحقيق الهدف، تقول الواشنطن بوست. وزير الخارجية طار إلى طهران في زيارة قيل إنها تسعى إلى إقناع الإيرانيين بالضغط على ميليشياتهم لتجنيب العراق أي مواجهة بينهم وبين الأمريكيين. ومن داخل البرلمان تتعالى أصوات تطالب بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية لحماية البعثات الدبلوماسية. هناك توجس للبعثات البريطانية والألمانية والفرنسية وغيرها من البعثات. اليوم سماحة السيد مقتدى الصدر وضح بخارطة الطريق وبلجنة تشكيل لجنة أمنية عسكرية برلمانية، وهذه اللجنة يجب أن يسرع فيها مجلس النواب العراقي بتشكيلها، وأن تتعامل الحكومة العراقية دولة رئيس الوزراء مع هذه اللجنة بجدية. لجانا لا يبدو أن للمزاج الأمريكي الترامبي صبر انتظار نتائجها. على الجانب الآخر من المشهد يقف الإيرانيون كمن ينتظر بشارة، فالانسحاب الأمريكي يعني أن الملعب سيفضى على مصراعيها، وهو ما رد عليه العراق على لسان وزير خارجيته بتثمين دور إيران في المنطقة، داعيا إياها إلى الأخذ بعين الاعتبار الاحتقان الذي تشهده.